رفض حماس المشاركة وشروط نتنياهو تبددان آمال الاتفاق، ومدير السي اي اي يتوجه إلى الدوحة. المبعوث الأمريكي يشدد من بيروت على خفض التصعيد على طول الخط الأزرق ويحذر من توسع النزاع. مسؤول أمريكي للحدث: المنطقة دخلت الأيام العصيبة، ويتوقع ردا متزامنا من طهران وأذرعها. بمشاركة أمريكية مباحثات لحل الأزمة السودانية في جنيف، الدعم السريع حاضر ومقعد الجيش خالي. أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث، وعشية جولة جديدة لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة. أفاد موقع أكسيوس أن مدير السي اي اي سيتوجه اليوم للدوحة للمشاركة غدا في المحادثات بشأن غزة. الموقع أكد أن حماس لن تشارك في هذه المفاوضات، لكنها منفتحة على لقاء الوسطاء. وكان ممثل حماس في لبنان أكد لشبكة سي بي اس نيوز عدم مشاركة الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، قائلا إن حماس لم تتلقى تأكيدات بأن إسرائيل ستلتزم بالتفاوض على أساس مقترح الهدنة. وقال أحمد عبد الهادي ممثل حماس في لبنان إن نتنياهو وحكومته رفضوا اقتراح الثاني من يوليو ووضعوا شروطا جديدة، مشددا على أن الحركة لن تشارك في محادثات غدا ما لم تقدم إسرائيل ردا جديا. هذا وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار أبلغ الوسطاء أن المشاركة في المفاوضات مرهونة بوقف إسرائيل لعملياتها في غزة أولا، ومشيرة إلى أن السنوار رأى أن وقف العمليات العسكرية في غزة سيكون له دلالة على جدية إسرائيل بشأن المفاوضات. وأضافت وول ستريت جورنال أن رسالة يحيى السنوار نقلت إلى الوسطاء العرب، لافتة إلى أن إسرائيل من غير المرجح أن تلبي طلب السنوار باعتبارها تريد تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس وإعادة الأسرى. يأتي ذلك بعدما دعا البيت الأبيض كل الأطراف للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة غدا، وقالت الولايات المتحدة إنها ما زالت تأمل في أن تستأنف إسرائيل وحماس مفاوضات وقف إطلاق النار. ودعت المتحدثة باسم البيت الأبيض المفاوضين للحضور إلى طاولة المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق يمثل الحل الأفضل لتهدئة التوترات في المنطقة. كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد مشاركة إسرائيل، فيما أكدت قطر أنها تعمل على ضمان وجود تمثيل لحماس أيضا. صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو أضاف شروطا جديدة في مفاوضات وقف إطلاق النار، موضحة أن نتنياهو يريد أن تظل القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وهو أمر لم يكن مدرجا في المقترح الإسرائيلي في شهر مايو. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن نتنياهو يظهر مرونة أقل فيما يتصل بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى دياره في شمال غزة بمجرد توقف القتال. لانا كولغاسي مراسلتنا في القدس، اهلا بك لانا. في اجتماع امني لنتنياهو، هل هناك جديد تمخض عن هذا الاجتماع؟ بالفعل اجتماع للكابينت الأمني والسياسي المصغر مساء اليوم، سيكون هناك عدد من الوزراء
حقيقة ليشاركوا أيضا بما يخص وما يتعلق المفاوضات التي من المقرر أن تستمر أو تعود لتبدأ مجددا وتستأنف في 15 من الشهر الجاري. بنيامين نتنياهو قرر هذا الاجتماع حتى يقوم بوضع ربما الأمور بما يخص الوفد المفاوض وطبعا صلاحياته، لأن بطبيعة الحال يكون في كل مرة يتم فيها إرسال الوفد الإسرائيلي المفاوض يكون هناك ربما صلاحيات مختلفة. هذه المرة لم يكن هناك أي تفاصيل حقيقة بخصوص هذه الصلاحيات. اليوم مساء من المقرر أن يكون هناك معلومات أكثر بما يتعلق بصلاحيات هذا الوفد الذي من المقرر أن يكون أيضا متواجد في 15. إذن الاجتماع سيكون مساء، يعني يعقد في مساء ولم يعقد بعد. طيب، ما يصلك ميدانيا من على الحدود الشمالية الإسرائيلية؟ هل في جديد في هذا المحور؟ حقيقة يعني طيلة الفترة الماضية كان هناك تبادل لإطلاق النار سواء برشقات صاروخية من الجنوب اللبناني تطلق للمستوطنات الشمالية أو حتى رشقات أو استهدافات من السلاح الجو الإسرائيلي. يعني ما زال هناك أكثر من 100,000 من الإسرائيليين المستوطنين خارج هؤلاء المستوطنات الشمالية، هم تواجدوا في مناطق يعني تعتقدها إسرائيل أكثر أمانا سواء في الوسط أو حتى أبعد عن الحدود مع الجبهة الشمالية. هناك توقعات طبعا بأن يكون هناك رد من حزب الله أو حتى من إيران، كان هناك توقعات أن يكون هناك ردا مزدوجا من كلا الجانبين، ولكن حتى الآن حقيقة السيناريوهات تتعدد وتختلف في إسرائيل، لذلك ما زال حالة التأهب إلى القصوى على الجبهة الشمالية. غلاف غزة، كنا بالأمس نتحدث عن تلك الصواريخ التي أطلقت، الوضع اليوم هادئ؟ اليوم لم يكن هناك أي رشقات صاروخية أطلقت من قطاع غزة خارج الغلاف، وبالتالي لم يكن هناك أي رشقات صاروخية. بالأمس كانت أول مرة منذ 3 أشهر يطلق فيها صواريخ يعني تعتبر بالنسبة لحركة حماس بعيدة المدى، تستطيع أن تصل أبعد من 80 كيلومتر لتصل إلى العمق الإسرائيلي. هذا أيضا كانت نقطة لافتة بأنه بعد أكثر من 9 أشهر من استمرار الحرب، وحسب الجيش الإسرائيلي أنه يضعف القدرات العسكرية لدى حركة حماس، ولكن على ما يبدو ما زال لدى حركة حماس قدرات عسكرية كبيرة تستطيع أن تستهدف فيها العمق الإسرائيلي، بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي هو داخل قطاع غزة. وحتى يعني حركة حماس كانت تقول بأن المنطقة التي أطلق منها الصواريخ هو أصلا قريبة جدا من تواجد الجيش الإسرائيلي. مراسلتنا في القدس لنا كل غاسي، شكرا جزيلا لك. هذا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن رجح أن تمتنع إيران عن الرد على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية في طهران في حال التوصل لاتفاق بشأن غزة، وقال إن واشنطن سترى ما ستفعله إيران حينها وما بوسع أمريكا أن تفعله. Do you have the understanding that Iran could cease or stop doing an action if a ceasefire deal was possible? That's my expectation, but we'll see. Thank you. بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره البريطاني في لندن، بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة والسودان، كما بحث الوزيران العلاقات بين البلدين. في تصريحات خاصة للحدث أكد مسؤول أمريكي أن إيران درست خياراتها للرد على اغتيال إسماعيل هنية، وأن المنطقة دخلت الأيام العصيبة، في إشارة إلى إمكانية شن إيران لرد واسع على إسرائيل. المسؤول الأمريكي أكد للحدث أن الإيرانيين يعملون خلال هذه الأيام على وضع خطط للرد على الضربة. مصادر الحدث أكدت أن واشنطن تخشى أن تكون طهران استغلت الفترة الماضية لتنسيق هجوم أكبر من هجوم 13 من إبريل الماضي، فيما توقع المسؤول الأمريكي أن تشن إيران هجوما مباشرا من أراضيها وبالتعاون مع الميليشيات التابعة لها في لبنان وسوريا والعراق واليمن، بينما يستعد حزب الله لتنسيق هجومه المحتمل مع طهران ردا على مقتل فؤاد شكر أحد قياديه.
مراسلنا في واشنطن بير غانم بير، أهلا بك. تفاصيل أكثر عن هذه التصريحات التي جاءت من هذا المسؤول والتي ربما تنفي كل ما كان يتوقعه البعض بأنه لن تكون هناك هذه الردة الكبيرة من إيران، لكن واضح أن في الداخل الأمريكي توقع لما هو أصعب في المنطقة. يعني تحياتي محمود، عندما كنت أعمل على هذا التقرير كنت أريد أن أفهم كيف ينظر الأمريكيون إلى الأوضاع الميدانية في الشرق الأوسط، خصوصا أن وزير الدفاع الأمريكي استدعى غواصة تحمل صواريخ توماهوك تستعمل للقصف، واستدعى أيضا حاملة طائرات مع المجموعة الكاملة من السفن المرافقة لها. وكان يجب أن نفهم لماذا فعل الأمريكيون ذلك. ما نفهمه من الأمريكيين هو أن هذه الفترة منذ مقتل إسماعيل هنية وفؤاد شكر حتى يوم أمس كانت هي بتقدير الأمريكيين، الاستخبارات والعسكريين ومجلس الأمن القومي، هي فترة أخذها الإيرانيون على عادتهم لدراسة الخيارات. هذه المهلة انتهت بالنسبة للأمريكيين، أصبح الإيرانيون جاهزون لاتخاذ الخطوة المقبلة. لذلك نحن نتحدث الآن عن الأيام العصيبة، لأن الآن بات الوقت أو النافذة الصحيحة بالنسبة للإيرانيين أن يردوا لو قرروا أن يكون هناك رد. هل هذا له علاقة بتأجيل زيارة وزير الخارجية للمنطقة؟ كانت هناك بعض المعلومات المتوترة حول هذا الموضوع، ولكن الجوهر الأساسي في ما يحدث هو أنه غدا يصر الأمريكيون على بدء المفاوضات حول وقف لإطلاق النار في غزة. المنهجية الأمريكية أو الهدف الأمريكي هو وضع الأطراف على الطاولة والقول للإيرانيين ولحزب الله ولباقي الميليشيات أننا نفاوض وأننا نريد الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وبالتالي إبعاد هذا الرد الإيراني مع الميليشيات. ولو نجحوا بالفعل في ذلك يعتبر الأمريكيون أنهم يسحبون فتيل هذه الأزمة. نعم. ونعرف حتى الآن من أخبار غير رسمية من دون بيانات رسمية أن بريت ماكجيرك مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي وبيل بيرز مدير الاستخبارات المركزية هما في منطقة الشرق الأوسط لهذه المفاوضات. طيب، يعني ما الذي يقال يعني بيير فيما يتعلق بإرسال المبعوثين والوسطاء؟ يعني ما الذي قصد به؟ يعني فكرة أيضا الإصرار على الوصول إلى حل مواردة فيما يصرح عن مسؤولين أمريكيين؟ بدون شك أن إمكانية الحل موجودة. لقد سمعت قبل قليل محمود الرئيس بايدن عندما سئل حول هذا الموضوع قال إنني سوف أتابع العمل على ذلك. ما يفعله الأمريكيون هو أمران في الوقت ذاته: بذل الجهود الدبلوماسية الكثيفة مع مصر ومع قطر بشكل خاص، ويضغطون على الإسرائيليين كثيرا لكي لا يفاجئوهم بشيء، وفي الوقت ذاته أنهم يستعدون من خلال إرسال قوات عسكرية ضخمة. لقد أصبح الأمريكيون عمليا في وضعية الهجوم. نعم. طيب بالنسبة لي ما هو يعلن في الداخل الأمريكي عن هوكستين وزيارته إلى لبنان بشكل أو بآخر، ما الذي يقال عن هذه الزيارة في واشنطن؟ الرجل هو الرجل الذي يرسله بايدن ليتحدث إلى الأطراف بشكل غير مباشر في لبنان بشكل خاص. فهوكستين هو شخصية أمريكية معروفة، يعتبر بالنسبة لكثير من اللبنانيين أنه قدم إنجازا في ترسيم الخطوط البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهو معتبر من قبل الإدارة الأمريكية ليذهب إلى بيروت ويتحدث إلى أطراف قريبين من حزب الله. لا يتحدث طبعا مباشرة مع حزب الله، ولكنه يلتقي برئيس مجلس النواب وهو أحد أعمدة الكتلة الشيعية في لبنان، يتحدث إليه وينقل إليه الرسائل الأمريكية. الرسالة الأمريكية لم تتغير بحسب معلوماتي حول ما كان يقوله هوكستين منذ فترة.
أنه يجب أن يتوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وعلى حزب الله أن ينسحب عن الحدود وأن يتم تطبيق الاتفاق القرار الدولي 1701 مع بعض الترتيبات الإضافية. لا أعتقد أن هوكستين يحمل شيئا جديدا للبنانيين غير أنه يقدم لهم إنذارا من الأمريكيين ومن الإسرائيليين أنه لو اندلعت حرب فإن الإسرائيليين سوف يخوضون معركة ضخمة مع حزب الله تكون أكبر من العام 2006، ولو اضطر الأمريكيون للتدخل في هذه المعركة فإنهم سوف يتدخلون لأن لديهم القدرات العسكرية منتشرة في منطقة شرق المتوسط وقبالة السواحل اللبنانية. بير، هل في جديد في إرسال القطع العسكرية إلى المنطقة الأمريكية؟ ما نعرفه حتى الآن هو أن حاملة الطائرات لينكولن هي في طريقها إلى منطقة الشرق الأوسط، حاملة الطائرات روزفلت موجودة في منطقة بحر العرب وخليج عمان، هناك المزيد من المدمرات التي دخلت إلى منطقة الخليج العربي، ومن الملاحظ أن هذه التحركات العسكرية الأمريكية حصلت كلها من دون أي إعاقة أو حتى من أي بيان أو صورة من قبل الإيرانيين. هناك عدد آخر من السفن المنتشرة في منطقة البحر الأحمر، هذه السفن الموجودة في المنطقتين أي الخليج العربي ومنطقة البحر الأحمر عمليا تمنع أي هجوم إيراني وتمنع أي هجوم من قبل الحوثيين باتجاه إسرائيل، هذا بالإضافة إلى أن هناك الكثير من السفن التي أرسلتها القوات الأمريكية إلى منطقة شرق المتوسط منذ عدة أسابيع، والآن ربما تكون انضمت أيضا هذه الغواصات التي تحمل صواريخ التوماهوك إلى منطقة الشرق الأوسط، ولكن يرفض الأمريكيون حتى هذه الساعة القول أين هي هذه الغواصة التي تحمل هذه الصواريخ المخصصة للقصف. بير غاني مراسلنا في واشنطن، بير شكرا جزيلا لك. كل النقاشات كله يدور حول هذه المفاوضات المتعسرة أو كما أطلق عليها مفاوضات الفرصة الأخيرة التي متوقع أن تكون غدا في الدوحة. يبدو أن هذه المفاوضات بين حماس وإسرائيل في مخاض عسير يتطلب وقتا لتحقيق انفراجة تفضي إلى إنهاء الحرب في غزة، لكن طرف حساباته أو لكل طرف حساباته في استمرار هذه الحرب. منتقدو نتنياهو يرون أنه يرغب في إطالة أمد العملية العسكرية لإطالة عمره السياسي. أما حماس فحققت استفادة من الإدانات الدولية بحق إسرائيل بسبب هذه الحرب، كما أظهر مقتل هنية أن حياة السنوار على المحك بعد انتهاء الحرب. رغم كل ذلك يأمل الوسطاء الدوليون استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار من خلال جولة جديدة تهدف إلى التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس. وسبق للرئيس الأمريكي أن قدم في مايو الماضي تفاصيل مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار، وأصفه بأنه خارطة طريق لهدنة دائمة وإطلاق سراح الرهائن، غير أن تعقيد فرص إحراز تقدم يبدو جليا، خاصة ما تعلق منه بمطلب إسرائيل تسليمها قائمة بأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، وهو ما رفضته حماس، إذ بدت حماس قلقة من استئناف إسرائيل الحرب فور إعادة بعض رهائنها بعدم إضافة إسرائيل مؤخرا ل29 مطلب وشرط إلى مقترح الاتفاق الأولي. في المقابل لم تخفي إسرائيل مخاوفها من بند في الخطة يقضي بتمديد وقف إطلاق النار الأولي في قطاع غزة طوال المرحلة الثانية من المفاوضات. في السياق ذكر مسؤولون مصريون أن إسرائيل تسعى إلى الحفاظ على سيطرتها على محور صلاح الدين ممر فيلادلفيا، مضيفين أن إسرائيل تطالب بالحفاظ على وجود قواتها بين الشرق والغرب حتى تتمكن من القضاء على أي مسلحين يعبرون إلى شمال القطاع وفق إعلانها. We'll be right back.
قلل المرشد الإيراني علي خامنئي من شأن وقدرة الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وقال إن قبضة من سماهم بالأعداء ليست قوية كما يجري الترويج لها، منبها إلى أن التهويل الذي يمارسونه هدفه بث الخوف بين أبناء الشعب الإيراني. المرشد أوضح أن هدف العدو من الحرب النفسية هو دفع إيران نحو التراجع سياسيا واقتصاديا لتحقيق مأربه، حاثا الإيرانيين على الاعتماد على أنفسهم. سأناقش كل هذه التطورات مع ضيفي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. أستاذ طارق أهلا بك، خلينا نبدأ بموقف أمريكا. إلى أي حد يمكن أن نستشف أن هناك جدية أمريكية في الضغط على إسرائيل بفكرة الوقف إطلاق النار تعليقا أو تعويلا على ما يحدث غدا في الدوحة؟ تحياتي لك أولا أستاذ محمود ولجمهورك الكريم. يعني من الواضح أنه وفقا لتصريحات يعني الرئيس بايدن في نيو أورليانز مؤخرا بأنه سوف نرى ماذا ستفعل إيران، وهناك وأن الولايات المتحدة لن تتوقف عن بذل كل الجهد الممكن للتوصل إلى اتفاق، بأنه يعني لن تكون هناك رد إيراني أو حتى من حزب الله في الأيام القليلة المقبلة، لأن المفاوضات ستبدأ في الدوحة الخميس غدا، وبالتالي هناك رهانات أمريكية على إمكانية الضغط على حكومة نتنياهو، على الرغم من أنه لا توجد بالفعل مؤشرات حقيقية على أن الوفد المفاوض الإسرائيلي سوف يكون لديه مساحة من المرونة، لأنه هناك يعني بيانات نشرتها حتى نيويورك تايمز بأنه الإسرائيليون قدموا بالفعل يعني شروطا أكثر تعقيدا في نهاية الشهر الماضي، وحتى الآن ما زالت هذه الشروط مطروحة على الطاولة، وهذا يعني أنه الإمكانية التفاؤل بإمكانية نجاح هذه المفاوضات لن تكون عملية سهلة، وأن الأمريكيين مطالبين بمزيد من الضغط على الإسرائيليين وعلى نتنياهو تحديدا، الذي يشكون في أنه بالفعل يريد التوصل إلى اتفاق، لأنه من دون هذا الأمر يبدو أن الإيرانيون وربما حزب الله والميليشيات التابعة لإيران ربما سوف يكون هناك رد لا تريده الولايات المتحدة، وبالتأكيد أنه إسرائيل تنذر بضربات انتقامية ردا على الهجوم الإيراني المحتمل قد يصل إلى المنشآت النفطية الإيرانية حسبما يقول الإسرائيليون، مثلما فعل الإسرائيليون مع الحوثيين في اليمن، وهذا كله نذير خطر لا تريده الولايات المتحدة بالتأكيد. طيب يعني كيف يمكن فهم هذا التكثيف الدبلوماسي الأمريكي في المنطقة؟ يعني هوكستين في لبنان، مدير السي اي اي سيكون في الدوحة غدا، ماك غورك المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، يعني إلى أي حد تفهم هذه الخطوة الأمريكية للمنطقة؟ أعتقد أن الأمريكيين يحاولون إعطاء انطباع لدى الجميع، لدى الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة جادة في إمكانية التوصل إلى اتفاق وهي تضغط من أجل ذلك، يعطون إشارة إلى الإيرانيين بأنه يجب عليهم الصبر وعدم التسرع بالرد، لأن الولايات المتحدة تبذل جهودا حقيقية وتضغط على نتنياهو للتوصل إلى هذا الاتفاق. وأعتقد أن الأمريكيين يعني إذا كانوا لا يثقون بشكل كبير في نتنياهو فإنهم يضغطون على وزير دفاعه جالانت وعدد آخر من القوى الإسرائيلية المهمة بهدف إقناع نتنياهو بتقديم تنازلات في هذا الإطار، وهم أيضا يمارسون ضغوطا على قطر بالتحديد التي تعهدت بأنها سوف تحاول إقناع حماس بالمشاركة بعدما قالت أنها لن تشارك في هذه المفاوضات، وبالتالي كل هذه الجهود الدبلوماسية يعني تدفع باتجاه واحد فقط، هو أن الولايات المتحدة ربما تكون قادرة بالفعل على التوصل أخيرا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة وأنه حتى في الداخل الأمريكي المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي سوف ينعقد الاثنين المقبل، وسوف تكون هناك تظاهرات حشيدة من المجموعات
ليس فقط من العرب الأمريكيين وإنما أيضا من الشباب ومن السود واللاتين وغيرهم ضد الموقف الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية لا تريد لهذه التظاهرات أن تكتسب زخما مع فشل هذه المفاوضات واستمرار التهديدات ضد يعني غزة، وخصوصا بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخص في خان يونس. وبالتالي بالفعل هناك جهود أمريكية ورسائل للداخل وللخارج أيضا بأنها قادرة على إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب. يعني هي في مصلحتها أن تتوصل إلى اتفاق، يعني من مصلحة هذه الإدارة الآن أن تقول أننا قادرة على أن أتوصل لاتفاق في المنطقة. بالتأكيد، لكن لا توجد لديها كل الأوراق، لأنه الثقة في نتنياهو ضعيفة للغاية. هو وصف المفاوضين الذين تمتعوا بقدر من المرونة في المفاوضات السابقة في شهر يونيو بأنه يعني هو وصفهم بأنهم مفاوضون سيئون، ثم وضع شروطا أكثر تشددا فيما يتعلق بهذه المراحل الثلاث التي يجري التفاوض بشأنها. وهناك طبعا بالتأكيد حماس أيضا ربما تشددت في بعض النقاط، لكن الإسرائيليون ونتنياهو بالتحديد يحاول عرقلة التوصل إلى اتفاق رغم كل الضغوط الموجودة عليه من الداخل الإسرائيلي ومن عائلات وأسر الرهائن الإسرائيليين في غزة، لأنه هو يرى أنه من مصلحته ربما أن يورط الولايات المتحدة في حرب واسعة النطاق تشمل إيران لتحقيق حلمه القديم. وإيران في نفس الوقت ربما هي أيضا تخشى من ردة الفعل الإسرائيلية وتحاول الانتظار، وهي والدليل على ذلك أنها انتظرت لأسبوعين كاملين منذ مقتل هنية وفؤاد شكر في بيروت وفي طهران ولم تقم بالرد، رغم أن الفرصة كانت متاحة لأن عنصر المفاجأة كان أفضل وعنصر عدم وجود قوات أمريكية بالمنطقة كان أفضل. انتظارها هذا يعني أنها مترددة للغاية في القيام بهذا الهجوم، وهي تراهن أيضا على الموقف الأمريكي، وهناك ربما بعض المؤشرات على أنها هناك قنوات خلفية بين طهران وواشنطن في عملية إدارة المرحلة الحالية، سواء التهدئة أو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. سوستار الشامي، شكرا جزيلا، محلل والكاتب السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا أستاذ طارق. شكرا لك. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته غارت على مبنى عسكري لحزب الله في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، ووزع مشاهد لهذه الغارة. كما سجل سقوط 10 إصابات من بينها 3 إصابات في حالة حرجة بغارة إسرائيلية على سيارة ودراجة نارية على مفرق العباسية في قضاء سور جنوب لبنان. لطالما كانت الملاجئ تحت الأبنية السكنية هي تحصيل حاصل خلال تشييد العمارات في لبنان، خاصة خلال الحرب، ولكن بعد أعوام من السلم استبدلت هذه الملاجئ بمواقف يرى السكان أنها غير صالحة للاختباء والمبيت فيها لأيام في حال حدوث أي حرب طويلة. هناك مكان راسخ في عقول أجيال الثمانينات والسبعينات وأجيال أقدم في بيروت، لكنه بات بحكم المنقرض اليوم. يحملني هذا الملجأ إلى ذكريات طفولة عشتها كغيري من أبناء جيلي تحت سقفه وبين جدرانه، مختبئة من قذائف الحرب اللبنانية والحروب الإسرائيلية. لكن أطفال اليوم بحال نشوب أي حرب شاملة سيتركون في عراء المعارك مع غياب الملاجئ من الأبنية. كم سنة من عمرك عشتم بالحرب؟ وقت ما فقت من سنة 1945 كنت أنا مواليد 1934.
كان عمري 11 سنة. صرنا مأقلمين مع الحرب. كان حدنا ليجي تحت الأرض ننزل. هلا يعني وقت اجت الحرب انتهيت 45 بتعرفي استعملوا الأرض شيلوا الماليجي. نحن صفينا وقت يصير أحداث وين في ملجأ، مش ملجأ بمعنى ملجأ، مرقاب مثل ما بيقولوا دلوقتي، كيف نركض نتخبى بالمرقاب. 10% فقط من الملاجئ القديمة هي ما تبقى اليوم للبنانيين، فالدولة اللبنانية ألغت الملاجئ من رخص البناء ليستبدلها المتعهدون بمواقف ومستودعات غير مجهزة للاحتماء من الحروب. نحن كان لازم نحتاط أو حتى على القليل بحالة الطوارئ نبني ملاجئ ذكية، سبق وتطرقت لها، لأنه كتير مهمة من حيث اللي يكون شامل كل شيء، لأنه نحن ما عندنا نقص خطر. ملاجئ عامة فيها معايير اللي بتحمي الإنسان الوقائية والطبية، وحتى من ناحية المعايير البنى تبعها تكون الإسمنت أو البطون المسلح. خطر آخر قد يواجهه اللبنانيون وهو انهيار أبنية مر عليها أكثر من 50 عاما من عمرها الافتراضي دون القيام بأي صيانة وترميم، وهي كارثة قد تواجهها مئات الأبنية مع أي حرب شاملة يخشاها اللبنانيون. غنوة يتيم، الحدث، بيروت. محمود شكر، مراسلنا في جنوب لبنان. محمود أهلا بك، تعطينا تفاصيل عن هذا ما حدث اليوم من غارات أو وضع هذا المحور الآن. نعم، منذ 20 دقيقة بالضبط كانت صفارات الإنذار تدوي في مسكف عام ومارغليوت في إصبع الجليل، وكان بالمقابل من الجهة اللبنانية عدد من الصواريخ التي انطلقت باتجاه هاتين المستعمرتين. بالمقابل اعترض عدد من صواريخ القبة الحديدية هذه الصواريخ، وتأتي هذه العملية منذ 10 أو 20 دقيقة بإطار عدد من العمليات أطلقها حزب الله منذ ساعات الصباح حتى هذا التوقيت. إذا أخذنا بداية هذه الجبهة وتحديدا من مزارع الشبع كفر شوبة في موقع الرمثة، وبحسب الإعلام الحربي للحزب الذي أشار إلى أنه قام بعملية باتجاه موقع الرمثة في هذه النقطة نزولا إلى موقع المطلة الذي استهدفه حزب الله، وتحديدا للتجهيزات التجسسية، وصولا إلى موقع البغدادي وثكنة زبدين، ومرورا إلى هذه النقطة التي نحن فيها بالضبط، وتحديدا ما يعرف بهذا الموقع الذي هو على جهة الشمال موقع شتولة، ووصولا إلى موقع جبل البيرم الذي استهدفه بعدد كبير من المسيرات. أما محمود أسألك على غارة العباسية، هل هذه الغارة هناك جديد في عدد في الإصابات وما نتج عنها؟ أتحدث عن غارة العباسية مفرق سور. نعم عزيزي نعم عزيزي محمود، هذه الغارة عليها إشكالية كبيرة جدا، حتى هذه الساعة لم تتوضح مفاصيل والأهداف التي كانت بهذه الغارة. كنت قد بدأت بعشرة من الجرحى، وزارة الصحة منذ بعض الوقت حدثت العدد ووصل إلى 17 جريحا من جنسيات 3، أي لبنانيين وفلسطينيين وسوريين. وأيضا الاستهداف لم يتضح حتى هذه الساعة، لأن المسيرة أطلقت الصواريخ باتجاه جيب كانت في وسط الطريق، أصاب هذه السيارة، هذا الجيب الذي كان في داخله مواطنة مع بنتها، بالإضافة إلى تضرر عدد كبير من الدراجات ومن السيارات التي كانت بالمحيط. وتأتي في إطار نقطة دقيقة وحساسة على مستوى الاقتصادي والتجاري في مفرق العباسية عند بداية الصور، حيث هنالك ازدحام للمواطنين، وهذا ما رفع العدد حتى هذا التوقيت إلى 17 إصابة، 3 إلى 4 منهم حالتهم حرجة. بالإضافة إلى هذه الغارة، كان الطيران الإسرائيلي نفذ عددا من الغارات، أهم هذه الغارات من حيث القوة التدميرية هي كانت في وسط هذه البلدة التي هي أمامنا مباشرة، عيت الشعب،
آخرها كما أشرت معك في بلدة رب الثلاثين استهدفت منزلا. حتى هذا التوقيت هنالك عمليات أخذ ورد من حيث القوى النارية. حزب الله نفذ منذ ساعات الصباح حتى هذا التوقيت 6 إلى 7 عمليات. ننتظر إعلام العملية السابعة التي هي اتجاه كريات شمونة. ولكن الرد الذي عادة ما يقوم به حزب الله وتحديدا عندما يستهدف الجانب الإسرائيلي عددا من المدنيين اللبنانيين يأتي تباعا، ويأتي أيضا بأعداد كبيرة من الصواريخ تصل إلى العشرات في دفعة واحدة. شكرك محمود، شكر مراسلنا في جنوب لبنان محمود، شكرا جزيلا لك. وأنوه لبعض هذه العواجل، الحقيقة هو يؤكد ما كنا نتداوله في أخبارنا قبل قليل. بالأمس كانت هناك حيرة، هل هذه المفاوضات ستعقد في القاهرة أو في الدوحة؟ نحن أمام تأكيدات الآن بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستعقد غدا الخميس في الدوحة. باقي المتغير الأبرز وهو أنه حماس أبلغت أنها لن تحضر هذه المفاوضات، وأنه ليس هناك جديد يناقش، وإنما العودة مرة أخرى إلى الورقة التي قدمت سابقا فيما يتعلق بالنقاط التي وفق عليها من قبل حماس. إذن غدا في الدوحة ستكون وتعقد هذه المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة. المبعوث الأمريكي إلى لبنان موس هوكستين قال خلال زيارة إلى بيروت إنه يعتقد أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله يمكن أن يتم تجنبها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع المبعوث الأمريكي مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري حليف حزب الله. وهوكستين كشف أن الرئيس الأمريكي بايدن طلب منه العودة إلى لبنان قبل مفاوضات غزة. مصادر الحدث كشفت في وقت لاحق أن أجواء زيارة هوكستين للبنان إيجابية. When I was last in Lebanon, which was in June. في لبنان قلت للجميع إنني أؤمن أن النزاع بين حزب الله وإسرائيل قد استمر لفترة طويلة، وأن الحل الدبلوماسي ممكن وطارئ وملح، وذلك كان صحيحا في شهر يونيو وما زال صحيحا اليوم. نحن نؤمن أن حلا دبلوماسيا ما زال ممكنا للوصول إليه، لأن لدينا قناعة بأنه لا أحد يريد حربا شاملة بين لبنان وإسرائيل، وخاصة الشعب اللبناني والشعب الإسرائيلي. نعرف أن ذلك ملح لأن الاعتداءات بين حزب الله وإسرائيل قد تصاعدت منذ آخر زيارة لي إلى لبنان، وقد تحدثت مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حول الوضع في لبنان والحاجة إلى تخفيف التصعيد عبر الخط الأزرق، والرئيس بايدن يعمل بدون كلل للقيام بذلك للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن. طلب مني الرئيس بايدن العودة إلى لبنان قبل استعادة المفاوضات، وقد تحدثت مع الرئيس بري حول الاتفاقية الموضوعة على الطاولة حول وقف إطلاق النار في غزة، وتوافقنا أنه لم يعد هناك وقت للعذار من أي فريق لأي تأخير في هذا الشأن. سنحاول التوصل إلى أي حل دبلوماسي في لبنان لمنع الانزلاق إلى حرب أكبر وخلق ظروف لعودة النازحين اللبنانيين من الجنوب وعودة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال، ويتمكن الجانبان من القيام بذلك بأمن وسلام. أستاذ يوسف مرتضى الباحث السياسي من بيروت، أستاذ يوسف أهلا بك. في اعتقادك ما الجديد يعني الذي يمكن أن يكون هوكستين قد حمله هذه المرة، رغم أنه جاء مرات سابقة ولم يحدث أي اختراق في هذا الهدف الذي جاء من أجله، وهو تهدئة الأوضاع على محور الجنوب اللبناني الشمال الإسرائيلي؟ مساء الخير لك والمشاهدين استاذ محمود. حسب معطياتي عودة هوكستين مرتبطة بمفاوضات غزة، بالمفاوضات في الدوحة حول إمكانية وقف القتال أو هدنة غزة. وأعتقد أنه خلال اليومين الماضيين جرى لقاء بين السيد نصر الله والاستاذ بري تمهيدا لزيارة هوكستين لوضع السيناريوهات الممكنة في حال حصل وقف إطلاق نار في غزة. نعم. وما علمته أن يعني حتى الأمريكيين يعرفون أن جبهة لبنان تتوقف تلقائيا مجرد الاتفاق على وقف إطلاق نار
في غزة. نعم. وبنفس الوقت هناك يعني توجه أمريكي للطلب إمكانية تثبيت حالة الهدوء على الجبهة اللبنانية، لأنه كما تعرف هناك من يقول أن نتنياهو طلب ضمانات أمريكية أنه إذا حصل اتفاق على المرحلة الأولى بالهدنة التي تمتد لستة أسابيع، وإذا تعثرت المفاوضات في المرحلة الثانية هو طلب ضمانات أمريكية لعد استئناف الحرب في غزة. فالأمريكيين على ما يبدو يحاولون الضغط على لبنان لإمكانية الاستفادة إذا حصلت هدنة غزة في الأسابيع الستة المقبلة أن يستمر هذه الهدنة على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وهنا طرح سيناريو الرئيس بري مع حزب الله على هوكشتاين تطبيق 1701 كاملا من الجانبين، من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب اللبناني، مع ضمانات دولية يريد أن يتفحصها حزب الله لعدم اختراق إسرائيل لهذا القرار. اثنين، في يعني بحث جدي واحتمال كبير أن يوافق لبنان على ترسيم الحدود البرية لإنهاء يعني حالة المواجهة على الجبهة الشمالية لإسرائيل، في حال وافقت إسرائيل على انسحابها من كفر شوبة وشبعة إلى ترسيم الحدود حتى نقطة البيوان في الناقورة. هذا سيناريو جرى بحثه بين فريقي الثنائي، وهم مستعدين للبحث التفصيلي مع الجانب الأمريكي بمثل هذا السيناريو الذي يضع حدا للحرب على الجبهة اللبنانية، وممكن من جانب آخر يسحب ذريعة المقاومة من حزب الله إذا كان سحبت إسرائيل من تلال كفر شوبة ومزارع شبعة وسويت قضايا الحدود مع الجانب الإسرائيلي. وهذا يرضي الجانب اللبناني، وهذا ما بحثه وأعتقد أنا مهمتك. نعم، هذا يرضي الجانب اللبناني، يعني قد يعتبره بعض جزرة أمريكية. نعم. قد تقدم من قبل الأمريكيين للبنانيين في هذا التوقيت، خصوصا مع هوكستين الذي أنجز ترسيما حدوديا بحريا سابقا لو تذكر، فهو الآن قادر على أن يرسم تحديد حدودا برية، وهو ملف مؤجل لو في من فترة سابقة، فممكن يفتح هذا الملف باعتباره هدية أو جزرة إلى اللبنانيين. مية وهذا ينهي مسألة كبيرة جدا. صحيح، بما في ذلك ممكن أن يسحب ذريعة المقاومة والعودة إلى تطبيق اتفاق الطائف في صيغة إعادة بناء الدولة اللبنانية بأن يكون قرار السلم والحرب بيد الجيش اللبناني ويد السلطة اللبنانية، خارج يعني بما يخالف ما هو قائم اليوم بصراحة. ولكن هذا مرتبط أولا بتحقيق الهدنة في غزة، وقف إطلاق نار في غزة ترضى عنه حماس. نعم. وهذا أمر معلق، الأمريكيون بصراحة يعني يظهرون يعني موقف ضاغط ومساعد لوقف إطلاق النار بالسياسة وبالإعلان، ولكن في المقابل هم يعززون تواجدهم العسكري ويجدون التصريحات من استعدادهم للدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت لأي عدوان، ولذلك هذا أمر معلق حتى نرى إذا كان هناك هدنة في غزة أم لا. أشكرك أستاذ يوسف مرتضى من بيروت، شكرا جزيلا لك. تتجه أنظار السودانيين نحو جنيف السويسرية، حيث بدأت محادثات بشأن وقف إطلاق النار بوساطة من الولايات المتحدة. وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان إن محادثات جنيف تركز على امتثال الأطراف للالتزام باتفاقات جدة وعلى الجيش والدعم للالتزام بوصول المساعدات، لكن السلطات السودانية تحفظت على الدعوة الأمريكية لإجراء مفاوضات في جنيف وأنها لن تشارك في هذه المحادثات. وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن المحادثات ستمضي قدما بمشاركة الخرطوم أو بدونها، لكنه لفت إلى أنه في حال لم يحضر ممثل الحكومة سيعتذر أو يتعذر إجراء وساطة رسمية. تأتي المحادثات في وقت حذرت فيه المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن السودان يقف عند نقطة انهيار كارثية ويواجه أزمات عدة تهدد حياة عشرات الآلاف.
وعشية إطلاق مفاوضات جنيف اعتبر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن طريق السلام في السودان واضح وهو تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات جدة. البرهان وفي كلمة بمناسبة عيد الجيش تعهد بالوقوف في وجه ما وصفه بالعدوان والغزو الأجنبي الغاشم، معتبرا أن دوائر دولية وإقليمية متربصة ومعروفة تقف وراء الحرب في السودان. وجدد البرهان القول بأنه لا سلام مع الميليشيات المتمردة التي تحتل وتحاصر بيوت السودانيين، ومؤكدا استمرار العمليات العسكرية حتى انسحاب آخر عنصر من الدعم السريع من المدن والقرى التي استباحوها. من بورت سودان مديرة مكتب الحدث في السودان لينا يعقوب. لينا أهلا بك. جدليات ما يدور في ظل هذه المفاوضات التي تدور في جنيف وعدم حضور الجيش، وإذا كانت هناك أي مواقف أخرى. أهلا بك محمود. مباحثات تعقد بمن حضر. الجيش السوداني أعلن مقاطعته لهذه المحادثات بعد اجتماعات تمت بينه وبين الجانب الأمريكي في جدة قبل أيام. هذه المباحثات بدأت بجلسة مغلقة لم يشارك فيها الدعم السريع، أعلن عنها المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو، وحضرها عدد من المبعوثين والسفراء من بينهم طبعا المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي مايك هامر، كذلك القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمامرة، رئيس الآلية الإفريقية في الخرطوم أيضا محمد الحسن بالعيش. هناك أيضا عدد من السفراء من بينهم طبعا السفير السعودي علي بن حسن جعفر، كذلك مسؤول ملف السودان في الرئاسة المصرية أحمد عدلي، هناك مسؤول أيضا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مندوب من دولة جنيف. كل هؤلاء الآن يبحثون في جلسة مغلقة كيفية إنهاء الحرب في السودان بعد أن أعلن الجيش السوداني أنه يقاطع هذه المباحثات. وفد الدعم السريع وصل إلى هناك، ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات لمدة تصل أقصاها إلى 10 أيام. ستبحث عدد من المواضيع حتى من بينها كيفية إيصال المساعدات الإنسانية، باعتبار أن هذا الموضوع أيضا تطرق إليه المبعوث الأمريكي قبل قليل في تغريدة له. شكرك لينا يعقوب مديرة مكتبنا في بورت سودان، شكرا جزيلا لك لينا. يبقى الموضوع في النقاش. دكتور أمين إسماعيل مجذوب من القاهرة المختصة في إدارة الأزمات، سعادة اللواء أهلا بك. سيؤخذ على البرهان وفريقه أنهم لم يحضروا هذه الجلسة ذات البعد الدولي وليست الإقليمي، يعني ربما لا يحضرون الجلسة في الاتحاد الإفريقي في دول الجوار، لكن جنيف وأمم متحدة سيؤخذ عليهم عدم الحضور. مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. مساء الخير. واضح أنه الحكومة السودانية والجيش السوداني يريدون إيصال الأمر مع المجتمع الدولي إلى حافة الهاوية. بمعنى ماذا سيفعل المجتمع الدولي بعد أن استمرت هذه الحرب ولم يتم تنفيذ الاتفاقات السابقة، وكذلك مسألة مشاركة المراقبين التي اعترض عليها السودان. وأعتقد بالتالي حافة الهاوية ستضر طبعا بالشعب السوداني، حتى مناقشة الأمور الإنسانية الآن متوقفة. رأينا الجلسة الافتتاحية لم يحضرها وفد الدعم السريع، وبالتالي ستصبح هي عبارة عن جلسة تشاورية، لأن المفاوضات بتكون بين طرفين أو أكثر مع بعض الوسطاء، الآن وسطاء وطرف واحد. لذلك الجيش السوداني يريد أن يعرف هل ستنفذ اتفاقات جدة أم ستبدأ مرحلة جديدة، وهذا الأمر لم يجب عليه المبعوث الأمريكي، لكن هو جزء من التطبيق، ولم تجب عليه الوساطة. يعني اتفاقات جدة كما يقول مثلا البرهان، يقول حمدتي، يعني كل يلقي اللوم على الطرف الآخر، لكن في الأول والآخر يعني هذا المبرر قد لا يفهمه المجتمع الدولي، بأنه كنت ممكن تحضر على طاولة المفاوضات وتقول ما تريد أنت حتى توجه اتهاماتك للمجتمع الدولي، لكن أن تحضر ويحضر الطرف الآخر يعني وكأن البرهان من مصلحتي أن الحرب تستمر، يعني هكذا يقول البعض أو علق البعض، وبالتالي يعني
قد لا يكون في صالحه. طبعا هذا أمري مفهوم. منبر مسلمين، منبر جنيف لا يمكن تجاهله، منبر عالمي يمكن أن تشارك في الأجندة، يمكن أن تسمع صوتك. ولكن كما ذكرت لك أنه يبدو أن الجيش السوداني يريد الوصول إلى المرحلة الحرجة. ماذا ستفعل إذا أنا لم أحضر؟ يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة بديلة تحدث عنها توم بيريلو قبل أيام. إذا لم تنجح هذه المفاوضات لدينا خطة بديلة. لم يحدد الخطوات القادمة، ولكن مسألة اتفاقية جدة بين الطرفين هي لعبة كراسي. كل طرف يتحدث أنه يطالب الطرف الآخر، وأي شروط مسبقة تهزم التفاوض. لذلك كان من المفترض على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعقد هذه الجلسة في جدة. لماذا جنيف؟ من ناحية نفسية جدة مقبولة للأطراف، تواصل الجولات السابقة، تحدد آليات المراقبة، أوراق ضغط على الأطراف جميعها، وبالتالي كان يمكن أن تنجح. وكذلك اللهجة التي تحدثت بها الولايات المتحدة الأمريكية، الحضور إلى بورسودان والاجتماع في المطار ثم مخاطبة قائد الجيش بالحضور بأسرع فرصة، هذه اللهجة لم يكن لها داعي أصلا في البداية. كلمة السيد البرهان في بمناسبة عيد الجيش، يعني هو رجل وضع شروط مسبقة يعني على الدعم السريع، أن تنسحب أولا من كل الأماكن التي احتلوها وحاصروها، طب ما هو لو تم ذلك انتهت الأزمة، فما داعي للمفاوضات يعني. وبالتالي هو وضع شرط، يعني هذه الكلمة ربما تؤخذ أيضا عليه. أنا أطرح معك كل التساؤلات دكتور أمين، وهو أن وضع شروط تتعلق بأنه ينسحب الدعم السريع من كل الأماكن الموجودة فيها قبل أن يحضر هو أي جلسة أو أي شيء. وبالتالي هذا كيف ينظر لهذا الشرط دكتور إسماعيل؟ طيب، أعيد وأذكر مرة أخرى بأنه هناك جلسة مفاوضات تعقد الآن في جنيف بعدم حضور الفريق البرهان، وبالتالي وحضور ممثل عن الدعم السريع. وهنا تساؤلات كثيرة طرحت جدا حول جدية الفريق البرهان والفريق الممثل للحكومة في إنهاء هذه الأزمة بشكل كبير. تسمعني معالي الدكتور؟ طيب، أنا أشكره، لم نتمكن من أن يتواصل معنا ونكمل معه هذا الحوار، اللواء الدكتور أمين إسماعيل مدزوب المختص في إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. نظم تجمع السودانيين في سويسرا وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة تزامنا مع بدء المحادثات الهادفة لوقف إطلاق النار، ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بوقف الحرب في بلادهم في محاولة للضغط على قوات الدعم السريع والجيش للتوصل إلى اتفاق. وصلنا إلى الختام، لكم دائما تحياتي، أعود وألتقي بكم بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.